وللمزيد من المتابعه تنضم الينا الزميله هبه حسين موفد التلفزيون المصري. هبه، بعد التحيه اطلعينا عما لديك من اهم النقاط حول فعاليات اليوم الاول من مؤتمر حكايه وطن. هبة، برحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى على شاشة التلفزيون المصري. برحب بك يا فاطمة وبكل أفراد التلفزيون المصري في هذه التغطية لمؤتمر حكاية وطن بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي افتتح أولى جلساته في صباح اليوم، وكان في عرض واضح لإنجازات الدولة المصرية على مدار 9 سنوات ماضية في شتى المجالات الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة والقطاعات العدة، سواء الصحة، التعليم، البنية التحتية، الطاقة، الإنفاق للقضاء على سكان الأماكن الخطرة أو الأماكن الخطرة في مصر، وأيضا سكان العشوائيات ونقلهم إلى أماكن آدمية وتوفير الحياة الكريمة للمصريين. امتدت الجلسات وشملت المحور الاقتصادي وجلسة اقتصادية خاصة جدا ما بين الرؤية والإنجاز، تحدث فيها دكتور محمد معيط وزير المالية، دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، دكتورة رانيا المشاط في الجزء الثاني منها فيما يخص التعاون الدولي والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة، وأيضا وزير الصناعة دكتور أحمد سمير. إذن نحن نتحدث بشكل متكامل عن رؤية وحكاية وطن تروى من أجل إنجاز خطوات قادمة فيها تبنى الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل لأجيال عدة. التنمية المستدامة بمفهومها الشامل كانت الشغل الشاغل، كيف يتم تنمية المجتمع المصري من الداخل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سد عجز الفجوة في الموازنة العامة للدولة، تقليل التضخم، الإقراض والسياسات المالية التي تمت في الدولة المصرية على مدار سنوات ماضية خصوصا في أعقاب الأزمات المتلاحقة اللي منيت بها الدولة المصرية نتيجة أزمات عالمية، سواء في كوفيد-19 أو في الأزمة الروسية الأوكرانية التي ما زالت تراوح مكانها، وبالطبع خلقت نوع من الأزمات في سلاسل الإمداد، ارتفاع في أسعار الغذاء العالمي، وأيضا كيفية إمداد سلاسل الإمداد الغذائية بشكل أمثل، أيضا قضية الأمن الغذائي، الكوادر البشرية، كيفية التدريب بالشكل الأمثل، التوافق مع سوق العمل، وكيف تكون لمخرجات التعليم سواء الأساسي أو التعليم العالي مربوطة بسوق العمل واحتياجاته في داخل السوق المصري ومشاركة القطاع الخاص. إذن نحن في حوار شامل يشترك فيه كافة أطياف المجتمع المصري والمتخصصين والقيادات التنفيذية ممثلة في الحكومة بوزرائها، وأيضا في رأس الدولة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتكلم بشكل أكثر استفاضة أو عن قرب عن هذا المحور الاقتصادي مع ضيفي الكريم، هو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة دكتور يسري الشرقاوي. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي وبكل متابعين ومشاهدين التلفزيون المصري. في الحقيقة النهاردة هو حكاية وطن، حكاية الصدق والحقيقة، حكاية المكاشفة والمصارحة مع الشعب. أنا في الحقيقة واحد من المصريين اللي بيمثل جزء من القطاع الخاص ورئيس لجمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، سعيد بوجودي النهاردة وسط هذه الكوكبة من أبناء مصر المخلصين المسؤولين والوزراء ويتقدمهم السيد رئيس الجمهورية. وفي الحقيقة كان اليوم كله من البداية حتى الجلسة الافتتاحية شملت يعني ما أسدك صدرنا من الرحلة، كيف بدأت الرحلة وكيف يكون البناء وكيف يمكن أن يكون البناء المصري والعمل المشترك ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشعب. تحدث دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس صفا مدبولي باستفاضة بالأرقام كيف كانت رحلة البناء في مصر بخطواتها وما هي الرؤية المستقبلية وما هي المحاور التي تتحرك عليها. في الحقيقة هذا الكلام لابد أن نحكيه في حكاية حقيقية واقعية حاضرها الآن ومستقبلها القادم. طيب دكتور يسري، لكي تكتمل الأركان أو أركان الحكاية، حدثني تحديدا عن الاستثمار في أفريقيا. حضرتك بترأس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والحديث كان اليوم عن القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص كيد أخرى في عمليات التنمية للدولة المصرية. بكل تأكيد مصر تتطلع إلى يعني السيد الرئيس تحديدا في هذه الرحلة وفي هذه الحكاية يتطلع إلى الربط المصري الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك.
سواء في مشروعات تتعلق بالهيدروجين الأخضر أو استثمارات تتعلق بالطاقة في أفريقيا، وسواء بجذب استثمارات إلى مصر تستطيع من خلالها زي ما تحدثنا في الجلسة الاقتصادية في الجزء الثاني منها أن ننتج 152 منتج نحتاجهم في أرض مصر كعملية مهمة جدا لتوفير العملة الدولارية وتوفير المنتج أمام السوق الأفريقي الذي يبحث أيضا عن منتجات موجودة في مصر. ونحن أيضا في هذا الصدد نشجع رجال الأعمال في مصر ورجال الأعمال المشتركين في الاستثمارات المباشرة من خارج مصر أن يتحد لإقامة المصانع والشركات على أرض مصر وفق حوافز الصناعة اللي أعلن عنها قبل أيام، ووفقا للآلية اللي بتنتهجها الدولة المصرية في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، ونتجه بهذه المصانع وهذه الشركات الاستثمارية إلى عمق القارة الأفريقية. السيد الرئيس عول وعرج كثيرا على إمكانية أن تساهم مصر وأبناء مصر بنقل الخبرات ونقل التجربة، والحديث اليوم عن نقل تجربة العاصمة الإدارية إلى بعض العواصم الأفريقية التي طلبوها وبعض العواصم العربية يؤكد أننا أمام حكاية مكتملة الجوانب والأركان، حكاية تحتاج إلى أين نحن في إفريقيا ومن التصدير إلى إفريقيا، أننا بأشد الحاجة إلى توفير العملة الأجنبية وتقليل الضغط عليها عن طريق الاستيراد الذي يعني يتنامى في المجتمع المصري يعني، ونحتاج إلى تقليله بشكل كبير سواء عن توطين صناعة، زيادة الصادرات، المستهدفات من الاستثمارات في داخل القارة الإفريقية بشكل خاص والدول العربية. المتابع الأرقام، مصر في آخر سنة قفزت من 4.8 من 10 مليار دولار صادرات لأفريقيا إلى 5.7 من 10 مليار دولار، زيادة في الصادرات تتخطى 19%. إحنا بدورنا كقطاع خاص وبالتعاون مع الجهات الحكومية، جهاز التمثيل التجاري والإخوة الموجودين، بنحاول ننتشر في الأسواق الأفريقية. الأسواق الأفريقية أسواق جديدة، أسواق مفتوحة، أسواق لديها فرص وبها فرص كثيرة ومتعددة. يمكن أن ندخل هذه الأسواق، لكن عينا أن ندرس هذه الأسواق، أن نتعرف على عقول وإمكانيات والفرص المتاحة والمنافسين والتنافسية الموجودة على أرض أفريقيا. علينا أن نخرج بنوعية معينة من القطاع الخاص تستطيع أن تنتشر بالمنتجات المصرية المختلفة. 25 مليار دولار السيد الرئيس تحدث بها أنها الدولة المصرية في أشد الحاجة إليها، ويجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص أن يتشارك في هذا الأمر. أنا أسمن هذه الدعوة، وهذه الدعوة الأولى سيد الرئيس. السيد الرئيس في كل المحافل في 9 سنوات يدعو القطاع الخاص، تعالوا لنجري تنمية مستدامة شاملة على أرض مصر. هذه ليست الدعوة الأولى، وأنا أسمن دعوة اليوم. السيد الرئيس قدم قبل أسابيع حزم من الحوافز بتوجيهاته لمجلس الوزراء للعمل وتنمية العمل الصناعي في مصر، سواء عبر تخصيص الأراضي الصناعية. وتحدث السيد الرئيس مباشرة أن مصر خصصت أكثر من 25 مليون متر مربع للصناعة، وأيضا دشنت 17 مجمع متكامل للصناعة. وهذه دعوة اليوم أيضا إلى المصنعين ورجال الأعمال المهتمين بشأن الصناعة لحل مشاكلهم بحوافز ضريبية وحوافز استثنائية خاصة للصناعة، وحدد الأسواق وحدد المنتجات وحدد حاجة الأسواق. السوق المصري يحتاج إلى منتجات قوامها 25 مليار دولار. أولويات التحرك يا دكتور، أولويات التحرك أن ما وجه به السيد الرئيس وتم العمل عليه من دولة رئيس الوزراء والمقترح التشريعي لهذه الحوافز الصناعية أن تخرج في شهر أكتوبر إن شاء الله من تقرر في مجلس النواب، يتم التطبيق، يتم التنفيذ، يتم التعاون في ترويج الاستثمار ما بين الحكومة، هيئة الاستثمار، منظمات الأعمال والمجتمع المدني، الجمعيات، حتى يتم حالة حراك استثماري لإلقاء الضوء على أهمية هذه الفرص، وحتى يتيقن القطاع الخاص من أن نتائج إيجابية ونتائج جيدة. في هذه الحالة نستطيع أن ندفع في اتجاه سليم واتجاه نتقابل فيه عند نقطة إيجابية، نستطيع أن نحقق ما هو مرجو ومستهدف لصالح هذا الوطن. ماذا عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب؟ أنا في تصور الشخصي أن ما رأيناه اليوم في حكاية وطن وما نتابعه عبر 9 سنوات أنها ليست حكاية منفردة للصناعة ولا للتجارة، إنما هي حكاية شاملة للقرية وللمدينة ولرواد الأعمال وللمرأة المصرية وتمكين المرأة، كل الملفات. نحن نتابع بصفة يعني أنا كمواطن مصري قبل أن أكون يعني في موقع معين في إحدى منظمات المجتمع المدني، لكن أنا أشاهد كل أسبوع أو أسبوعين كافة المحاور، تنمية الصعيد، تنمية سيناء، حياة كريمة،
كل ما يتعلق بمنظومة التنمية الشاملة المستدامة نراها، حتى أيضا دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتم الحديث اليوم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيف دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيف طورت الصندوق الاجتماعي للتنمية وحولته إلى جهاز المشروعات الصغيرة وكيف أقر مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نحن على مشارف نقلة نوعية جديدة. في تصور الشخصي أنا ممر من 9 سنوات حققنا فيه بكل ما يمكن يجب أن تحقيقه وبكل الإمكانيات المتاحة وبكل الظروف المتاحة. على الشعب المصري أن يقف في اصطفاف وطني، هذا الاصطفاف شعب وحكومة وأيضا مجتمع أعمال وقطاع خاص وأسرة مصرية، حتى نستطيع أن نواجه التحديات، تحدي كورونا، تحدي حرب أوكرانيا، تحدي اقتصادي عالمي. لدينا الآن فرصة سانحة ربما سيذكرها التاريخ إلى رئيس جاء إلينا برؤية شاملة للتنمية المستدامة. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. أنا بشكرك فندم، شكرا جزيلا. شكرا. إذن الحكاية تستمر وتروى لأجيال قادمة، حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز. متواصلون معكم في فعاليات اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن والذي يستمر على مدار 3 أيام.